بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فأحد مقاصد أو أحد غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين بعض ما يتعلق بمنصب الشهادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية الكريمة في سورة النساء تبين أن كل أمة يأتي شاهد يشهد عليها أنا وهو رسولها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. روى البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يعني القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: امسك، فاذا عيناه تغلفان، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ايضا مسلم، وقال بدل قوله امسك قال: فرفعت رأسي، او غمزني رجل الى جانبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الايات الكريمة من هول المطلع وشدة الامر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فتعظيما لهذا الموقف العظيم المهول، مع أنه يكون يعني مع أن النبي عليه السلام سيكون في موقف الشاهد، فإذا كان هذا حال الشاهد يشفق من هول هذا المطلع وفضاعت هذا وعظم هذا الموقف، فكيف المشهود عليه؟ كيف يقطع المشهود عليه؟ فإذا كان الشاهد نفسه يبكي تعظيما لهذا الموقف، فلا شك أن غيره أولى أن تتفتت يعني كبده. وقوله: وجئنا بك على هؤلاء، يعني كفار قريش وغيرهم من الكفار. وإنما خصهم بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم، لأن هؤلاء رأوا المعجزات ومع ذلك عاندوا. أيضا والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة؟ فكيف يعني يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أم معذبين أم منعمين؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ. وقيل: الإشارة إلى جميع أمته، وجئنا بك على هؤلاء يعني على جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. شهيدا، قال الأنصاري يعني شهيدا تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا. أي نعم. واستجماع شرعك مجانع ما فرعوا وأخروا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن بعض الأدلة تدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون شاهدا على الأنبياء أنهم بلغوا أممهم حين تنكر الأمم الكافرة ذلك،
فيجهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن قومهم قد أبلغوهم. من الآيات التي لها تعلق أيضا بمعنى الشهادة أو بالشهداء قول الله تبارك وتعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ما عملت. فاختلف العلماء في المراد بهؤلاء الشهداء: وجيء بالنبيين والشهداء. فقال بعض العلماء: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمال الناس في الدنيا. واستدل من قال هذا بقول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالشهيد للملائكة واحد، الجمع يكون شهداء. فقيل: وجيء بالنبيين والشهداء، يعني الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم. وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الشهداء هم الرسل من البشر. وليء بالنبيين والشهداء، يعني بالنبيين والمرسلين الذين يشهدون، الذين أرسلوا إلى الأمم، لأنه لا يقضى الآية فيها إيه: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فالمعلوم أنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها، حتى يأتي رسولها، كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فلا يقضى بين الأمة حتى يأتي أو حتى يجاء برسولها. وكما قال تعالى أيضا: يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأيضا يشير بنفس هذا المعنى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. من كل أمة بشهيد، وهو رسولها الذي أرسل إليها. فإذا شهيد كل أمة هو رسولها. وقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني هذا يبين أن الشهيد يكون من نفس هذه الأمة وهو ليس من الملائكة. يعني هذا القول يترجح على قول من قال إن الشهداء في قول وجيء بالنبيين والشهداء هم الملائكة. نعم، لأن قوله وقضي بينهم بالحق، والآية أخرى بينت أنه لا يكون قضاء حتى يجاء بالنبي شاهدا على أمته. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. من أنفسهم، ولا شك أن الرسل من أنفسهم أممهم، كما قال عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من هذه الآيات أيضا التي بينت هذه الآية الكريمة: إن أرسلناك شاهدا. منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. وسطا خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير: وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وهم وسط خيار عدول، يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني لم يبين هل شهيد هل تكون عليهم في الدنيا أم في الآخرة، لكنه بين في موضع آخر أن هذه الشهادة على الأمة تكون في الآخرة، في قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول: وكما أن الكعبة وسط الأرض
كذلك جعلناكم أمة وسطا. وطبعا القرطبي رحمه الله تعالى يعني أطلق هذه الكلمة أن الكعبة وسط الأرض، وربما لم يخطر بباله يعني ما ينتهي إليه الانتخاب العلمية مؤخرا من أن مكة بالفعل هي مركز اليابسة وهي أم القرى فعلا بهذا المعنى، أن المركز اليابسة على سطح الأرض هو مكة المكرمة. فكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، وسط في مرتبة فوقكم الأنبياء وتحتكم الأمم الأخرى. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال تبارك وتعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير هم وسط جرب الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقال آخر أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر لا تذهبن في الأمور طرفا، لا تسألن إن سألت تطفا، وكن من الناس جميعا وسطا. فوسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلاء وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتخصيص كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حيث يعني غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى عبدوهم بدون الله، واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى شتموا الأنبياء وسبوهم ونسبوا إليهم أقبح الكبائر وأخذ الخصال كما في يعني كتبهم التي اشتروا فيها الكذبة على الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار خير الأمور أوسطها، نعم، لتكونوا شهداء على الناس يعني في المحفر، تكونون شهداء للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول لبيك ونعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نبي، لأن الكفار يوم القيامة يحاولون أي حيلة أي حيلة لعل وعسى أو ليس بتعبير أدق، فحتى الكذب وحتى إنهم لا يلجؤون إلى اليمين الغلظة والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. الملائكة كلها الملائكة ظلمتنا، الملائكة تفتري علينا وتدعي علينا أننا كنا مشركين لله، يمكن أن هذا اليمين يعني لعله ينفعهم وقد يعني عيانوا يوم القيامة، فلذلك يتذرعون بأي حيلة كالحلف كذبين كالحلف اليمين الغموس الكاذبة والله ربنا، ثم لم تكن شهادتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذلك الأمم حينما يسأل الله سبحانه وتعالى نوحا هل بلغت يعني قومك، فيقول نعم، فيقال لأمة نوح هل بلغتم، فيقولون ما أتانا من نبي، ينكرون ما أتانا من نبي، فيقول من يشهد لك، يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام يقول من يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعند ابن مبارك نفس هذا الحديث بزيادة فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا، كيف يشهد علينا من لم يدركنا، يعني كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم لم يدركوا نوحا، لم يعينوا نوحا حينما بعث إلى قومه. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى يقول للمسلمين كيف تشهدون على من لم تدركوا، كيف تشهدون على من لم تدركوا، فيقولون ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا،
لأن القرآن الذي أنزلته إلينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي أخبرنا أن نوحا أبلغ يعني أمته الرسالة. فيقول الرب عز وجل صدقوا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط العدول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالخيرية وبالوسطية وبالعدالة. يعني من مفاتن الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من الأبواب. هناك طرفان، طرف قابل للغلو وطرف الآخر قابل للتقصير والجفاء أو للإفراط وللتفريط. فهذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمم وخيروها وأعدلها. فلذلك يعني يقول الشاعر كانت فيها الوسط المحمل فاتكنفت فيها الأحداث حتى أصبحت طرفان. فدايما تلاقي في وسط وفي طرفان، طرف واحد طرفين، طرف الأقصى اليمين وطرف الأقصى الشمال. فمن حاد عن هذه الوسطية التي هي شريعة الإسلام وأحكام الإسلام إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار فهذا هو الذي أخذ بأطراف الأمور، فهذا هو الذي يأخذ بالإيه؟ بالتصرف المتطرف، يعني الذي يأخذ بأقاط الأمور بالأطراف إما بالغلو وإما بالجفاء إما بالإفراط وإما بالتفريط، هذا هو المتطرف. فكل من انحرف عن هذه الإسلام فهو متطرف، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوسط وهو العدل وهو الخير بشهادة القرآن الكريم وشهادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اللعب بالألفاظ إطلاق كلمة المتطرف أو المتزلف أو غير ذلك من الألقاب التي تجود بها ألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهذا من ظلم الحقائق وهذا تجنن على الحقائق، لأن الاختلاف بيننا وبينهم في تحديد ما هو الوسط، لأن ممكن يجي واحد ويعتبر الطرف ده هو الوسط، فإذا اعتبر ما هو عليه وسطا فبالنسبة إليه هو سيكون يعني الوسط أو العدل سيكون طرفا بالنسبة له، واضح؟ فالمتطرف هو الذي يأخذ بأطراف الأمور. فكل من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتطرف بشهادة القرآن، لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات بهذه الصفة وسطا نحن نبينا في الوسط. كل من يخالفنا فهو المتطرف، واضح؟ سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام، سواء أهل الشهوات أو أهل الشبهات. فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو متطرف. يعني ما يحاولون غسل مخ بعض الناس دي، يقول لك قام مجموعتهم اليهود المتطرفين بفعل كذا وكذا وكذا، يقول لك الأحزاب الدينية المتطرفة في عند عصابة اليهود، لا هذا تلبيس وجهل فاحش، لأن نتيجة ما حاجة اسمها واحد وسط والثاني متطرف. كل يهودي متطرف وكل نصراني متطرف وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متطرف، وهكذا كل من ليس مسلما فهو خارج دائرة الاعتدال أصلا. فهذا أحق الناس بوصف التصرف من يخرج من هنا بالإسلام ومن دائرة الإسلام. داخل دائرة الإسلام كل فرقة متطرفة ما عدا أهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخذ بأطراف. الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أحد الطرفين من الغلو عندهم والإفراط، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون الخلو بهم في النار. على الجهة المقابلة الإيه؟ المرجئة يتصرفون في الجهة المقابلة يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان الثاني. في الخبر نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفي نفسين. في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسائل الموقف من الصحابة نجد الناصلة الذين يعبدون الصحابة ونجد الطرف الآخر الشيعة وهكذا. فكل باب من الأبواب هو قابل للغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة، فهم أهل الاعتدال والتوسط والاستزال والخيرية. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتطرف أولى من وصف التصرف هو الكافر. أي كافر متطرف، مفيش حاجة اسمها يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني إيه يهودي معتدل؟
يهودي معتقد يؤمن بأن محمدا عليه السلام كاذب اصطلع على الله كاذب وأنه ادعى أن الله أوحى إليه، هل هذا ممكن يكون معتدلا أو نصراني نفسي واضح أو غير ذلك من ألوان الكفر؟ فهذا لا يمكن أن يوصف بالاعتبار، كل كافر فهو متفرد واضح خارج عن دائرة الإسلام ودائرة النجاة، كذلك كل مسلم مبتدع فهو متفرد لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متفرد، فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ. فالمتبرجة هي المتطرفة، لماذا؟ لأنها حادث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر المرأة بالحجاب، فهي انحرفت وخرقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت هدي بناته ونسائه والمؤمنات، فلذلك هي متطرفة لأنها متبرجة مثل وليس التي تسكن نفسها تسمى متطرفة. الذي يصافح النساء الأجنبيات هو المتطرف، لماذا؟ لأن هدي محمد عليه السلام مخلوق لأن هديه خير الهدي، هذه حيدة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره واضح، وهكذا يعني كل مخالف للشريعة فهو الأحق الوصف التصرفي وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فعملية التلاعب بالألفاظ واستخدام أو يعني كسوة المعاني الصحيحة خيابا منفرة من الألفاظ المبتدعة هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية، لأن أهل الباطل يحاولون أن يأتوا بالباطل ويلبسونه ثيابا يعني إيه جاهية جميلة، ويأتون بالحق ويحاولون أن يكتوه بالألفاظ المنفرة أشياء تنفر من هذا الحق، كما أشار إلى هذا التلاعب بالألفاظ أحد الشعراء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن جئت كل ذا قيء الجنابير مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارقت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. وضحت نحل عسل النحل الشهيد، ممكن واحد يعني ينفر نفسه ويقول هذا القيء الذي تقيره الجنابير، يجي واحد ثاني يقول لا هذا جنى النحل الشهي الذي فيه دواء للناس وكذا وكذا وكذا، هو شيء واحد هو الحقيقه واحده، لكن يمكن ان ينفر عنها باستعمال هذه الالفاظ. وبلا شك ان اعداء الاسلام واعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون ان يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنفره هذه نجحوا الى حد كبير بلا شك في اقامه الحواجز النفسيه وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الاسلوب الرخيص وهذه الخصومة التي لا تعرف رائحة الشرف، حينما دأبوا على الطعن المسلمين والتنفير من الدين المتبينين بتصرف تصرف تصرف الناس الناس اتفقت وقلوبهم ويتركون ويفعلون، وما فضل القوم انهم انما يريدون ان ينتهوا بهم الى ان الاسلام نفسه تصرف كما صرحوا ذلك في اخر المراحل بعد ما فات الاوان وانطبع في قلوب الناس ان الاسلام هو التصرف وان الاسلام دين الارهاب وفيه بذور الارهاب الى اخر يعني هذه الاراضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال كناس أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا يعني الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجوب الثبوت، وجبت يعني ثبتت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، يعني لا يفهمن احد القول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انكم انتم اوجبتم على الله، هذا طبعا لا يليق ولا يكون ابدا، ما للعباد عليه حق ويجبه كلا ولا فعل لديه ضائع، ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، فلا يجب على الله شيء، وانما معنى وجبت يعني ثبتت له الجنه. فالأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أي المخاطبون بذلك من الصحابة،
ومن كان على صفتهم إلى الإيمان. وحكى ابن سيرين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمستقيم. العبرة في هذا الثقات والمستقيم سواء كان الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة. ولأبي داود في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد. إن بعضكم على بعض لشهيد. قال النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. كان من المنافقين لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فكلنا وثلاثة قال وثلاثة. كلنا واثنان قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحدة. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل الفضل والصدق. يعني مهمة الشهادة هؤلاء الشهود من أهل العلم والفضل أو الإيه أو الصدق لا الفتقة. لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهرين. أي نعم. لأن بعض الناس تتصور أنها لو جازفت لو جازفت بمدح الميت شيئا لم تكن فيه فإن هذا ينفع ويستدلون بهذه الأحاديث. لا الأمر بإذن أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا لا بشيء يجازف فيه الناس في مدح الميت كاذبا وزورا. وعن أنس المرفوعة ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأجنبيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ما لا تعلمون من الآيات التي لها تعلق بمنصب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ورئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلهم وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال تعالى يوم المعمار رسل فيقول ماذا أجبتم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما بينت الآيات الكثيرة. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما قلنا أن موقع الشهادة قلنا أنه يكون يوم القيامة في يوم القيامة كما دلت على ذلك الآية. أما في الدنيا يعني السؤال أو الذي اختلف فيه الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته. هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته. وطبعا موضوع هذا الرسول عليه السلام شهيد على الأمة في الدنيا بعد موته أم لا هذه قضية مستقلة عن قضية أخرى وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا. هذه قضية مختلفة تماما عن هذه. جاء حديث أو روي تعبير أبق روي في ذلك حديث نصره حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ حامد الكفي رحمه الله تعالى هذا حديث باطل سندا ومتنا إذ لم يرويه إلا الديلمي عن أنس وابن سعد في الطبقات مثلا عن بكر بن عبد الله. أما رواية البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام قال وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. فطبعا دون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، لكن الكلام في ضعيف. الحديث الذي فيه: ما مات حياتي خير لكم وما مات خير لكم. نعم. فيعني الحديث العلماء لهم كثير من الكلام في ضعيف هذا الحديث وإثبات بطلانه. فهذا تنبيه أن البزار قال الهيثمي قال في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وهذا منه رحمه الله تعالى غير صحيح. فالحديث ضعيف بجميع طرقه. أيضا ورد في حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قول النبي عليه السلام في آخر الحديث: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فطلعت رأسي مثل الربابة. لا، قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي، اتركاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. واضح. طبعا هذا أيضا مما يبطل هذا الحديث، لأن النبي عليه السلام إذا استكمل عمره فإنه ينتقل إلى منزله الذي أريه في هذا الحديث. وقال الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وقال تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يحيا حياة برزخية ينعم فيها أيما نعيم، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق التبليغ وجاهد بنفسه وماله حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليل وكان هذه لا يجيب عنها إلا هذا. وعلمه صلى الله عليه وسلم بما عليه أمته، لو إنه كان يطلع على ما عليه الأمة الآن من الإغلال والبدع والضلالات والشركيات وغير ذلك، يعني وإعراض عن شرع الله عز وجل وتحليل الحرام وتحريم الحلال، لشك أنه لو اطلع على ذلك لتمرض وتألم أشد التمريض والألم. ولا غلب عليه في مقتضى هذا الخبر الضعيف الحزن والأسف نظرا لكثرة المعاصي والشرور بالنسبة لقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله عليه وسلم خاصة في زماننا هذا. فلا شك أن هذا يتنافى مع وجوده في هذا النعيم، لأن الحزن والحسرة والنصب يتنافى مع النعيم والثواب. أيضا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حزنوا حزنا شديدا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه حتى وقف الموقف الذي تعرف له. فكيف يكون موته خيرا لهم؟ لو ماتوا خيرا لهم لما حزنوا على ذلك. فكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويختم أمرهم ويقطع الله به أسباب الخلاف الذي وقع في هذه الأمة حتى الآن. أيضا قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا هذه الآية تدل على أن المغفرة منوطة بالإيمان والعمل الصالح. فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه؟ والله تعالى يقول: ليس لك من الأمر شيء. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، وإن كان علم أنه هو نفسه عليه السلام في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لابنته ولذوي رحمه قال لهم: اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. أيضا هذا الاعتقاد بشأن الذي دل عليه هذا الحديث من شأنه أن يقوي ويدعم روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي
صلى الله عليه وسلم. حتى ان اشد الناس اغلالا في البدع والضلالات يعني يستعملون عباره سائعه تقطع عند الصوفيه اللي هي بيقولوا ايه جاب اختنا بالنبي، يعني نحن نغبط انفسنا على اننا منتمون الى امه محمد او الى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم مغترون لانهم على بدع وضلالات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فامثال هؤلاء المبتدعه او المنحرفين اذا اتى يوم القيامه باوزارهم يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا املك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبه للايمان والشفاعه، يعني الشفاعه لا تكون الا لمن ارتضى الله، وثانيا لا تكون الا باذن من الله سبحانه وتعالى، فالامر في الحقيقه كله لله. من اقوى الوجوه التي يفصل بها هذا الحديث ما رواه الشيخاني بسندهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا قراتكم على الحوض، يعني هذا الحديث متفق عليه اقوى ما يعني يستدل به على بطلان الحديث الذي صدرنا به كلام. يقول عليه السلام انا قراتكم على الحوض، يعني انا الذي اتقدمكم واسبقكم الى الحوض، انا قراتكم على الحوض، لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لأناولهم من ايه؟ من الحوض، لان الرسول عليه السلام يقف على الحوض ويسقي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول لا يرفع انا فرطكم على الحوض لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لأناولهم اختلجوا دوني، يعني صاروا ولهم صاروا وابعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أي ربي أصحابي، يقول لا تدري ما أحدثوا بعد، لا تدري. هذا نص واضح جدا يبطل هذا الحديث، لأنه إذا كان يعني صح قوله تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت كذا إلى آخره، فطبعا يكون كان عارفا بما حصل من بعده. لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بأنه لا يدري ما أحدثوا بعده، لا تدري ما أحدثوا بعده. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد، وإن أول الخلائق يفتى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات السنان، فأقول يا ربي أصيحاني، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعده، فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. طبعا هذا أيضا واضح الدلالة جدا على هذه المسألة، لأن في قوله وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أفرحابي، يعني يحكم بعلمه فيه، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنك لا تدري ما أحدث بعد. فيستجهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، حاضرا معهم مشاهدا لافعالهم ما دام هو فيهم، يعني ما دمت فيهم، ما هنا معناه ايه؟ وقت دوامي فيهم، وكنت عليهم شهيدا وقت دوامي فيهم ورقائي فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، فحضر الرقابه والشهاده بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى، وانت على كل شيء شهيد. فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال يعني الى جهه النار، وفي روايه في البخاري فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما تعالوا يعني، فقلت الى اين؟ قال الى النار. وفي حديث سهل لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم يوم القيامه. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحاني بالتصغير، هذا خبر مبتدأ محدود، تقديره هؤلاء أصيحاني.
ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعة لا يرجمن علي الحوضة رجال ممن صحبني ورآني، فهذا سنده حسن كما قال الحافظ ممن صحبني ورآني. وقال الحافظ أيضا قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، المقدوم بهذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا عن الكفر، حتى قتلوا وماتوا عن الكفر. قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يرتد من الصحابة أحد، يعني الذين ارتدوا هؤلاء لم يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتد قوم من دفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أضيحاني بالتفضيل، لأن التفضيل هنا يدل على قلة عددهم، قلة عددهم، فهؤلاء كانوا من دفاة الأعراب الذين لم يكن لهم أي بصيرة أو نصرة في الدين، بخلاف الصحابة المعروفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال بعض العلماء هو على ظاهره من الكفر، والمراد لأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لهم وثقا، فبعدا لهم وثقا، ويؤيده كونهم خطي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تغربوا عليه، إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنس حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفته فيدل على انه يعني يعرفون. وقد اخرج ابو يعلى بسند حسن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال يا ايها الناس اني فرطكم على الحوض، فاذا جئتم قال رجل يا رسول الله انا فلان ابن فلان، وقال اخر انا فلان ابن فلان، فاقول اما النسب فقد عرفته، ولعلكم احدثتم بعدي او ارتدتم أو إرثة الكل. إذا فيما يتعلق بالأقوال في هؤلاء القوم قال بعض العلماء هم المنافقون يحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم في البداية يحشرون مع المسلمين ثم ذلك يحال بينهم، لأن في الحديث إيه؟ حديث الساعة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ثم بعد ذلك يزادون على الحوض. قول آخر إنهم أهل البدع، إنهم أهل البدع، وهذا القول بعيد، لأن البدع أو أهل البدع إنما حدثوا بعدهم، وهو في الحديث يقول أصحابي أو أصحابي، قيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام، وعليه سيقطع لهم بدخول النار لجواز أن يزادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم ثم يرحموا. ويحتمل الردة الحقيقية أيضا أن هؤلاء ارتدوا ردة حقيقية كما ذكرنا، ويحتمل أيضا أن يكونوا عقاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بإبطال هذا الحديث الذي يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. طبعا كما قلنا نفصل بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، وهي أننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية لا نعرف كلها، وإن لي حياة برزخية في النعيم، وأنه أيضا نؤمن أنه يسمع سلام من يسلم عليه ويرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. أما مسألة هل الموتى عموما يسمعون كلام الأحياء أم لا، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فاعتقاد أن الرسول عليه السلام يسمعنا أم لا يسمعنا اعتقاد أنه حي حياة برزخية كل هذه مسألة، أما اعتقاد أنه يكون واسطة بيننا وبين الله بعد الموت هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كذلك اعتقاد أن الرسول عليه السلام يعلم أعمالنا هذا أيضا لا يصح
للحديث به لما ذكرناه في إبطال هذا الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه الخبز وفيه النفخة وفيه الصعق، فأكثروا علي الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني دليل؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أوس بن أوس وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا أيضا صحيح بسنده صحيح رواه أبو يعلى والبزار وغيرهما عن أنس المالك رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا يدل على أنها في وسطة في التبليغ، هناك وسطة، مثل ما يقول الناس مباشرة منا، لكن هناك ملائكة متخصصين في إيه؟ في أن كل من صلى وسلم على النبي عليه السلام فإنه يبلغ ذلك لرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أننا وإن كنا نؤمن أن الرسول عليه السلام حي في القبر حياة برزخية كما بينا، لكن لابد أن نفهم أن هذه الحياة ليست كحياتنا، يعني حياة البرزخ لها أوضاعها لها قوانينها ولها يعني كينونتها التي لا ندريها. فحياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك أنها مخالفة لحياته قبل الوفاة، لأن الحياة البرزخية غيب من الغيوب لا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تعرض له هذه الأمور بعد الموت. هل هذه مستويات الحياة الدنيوية، هل شيء من هذه الأعراض يعرض للأنبياء وهم في قبورهم وهم في الحياة البرزخ؟ طبعا لا نستطيع أن نتابع ذلك على الإطلاق. أيضا مما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومساورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ، أكمل حياة برزخية يمكن أن يحياها إنسان هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن. إذا حقيقة هذه الحياة لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكاما أخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين ولا تتشابه إلا في الاسم. أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق أيضا بإيماننا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لكنها ليست كحياتنا. طبعا هذه النقطة وهي إدراك يعني ما إدراك الحدود التي أوقفنا الشرع فيها عند هذه الحقائق حياة البرزخ وغير ذلك من هذه الأشياء، إلا أن المسلمين للأسف الشديد يعني فتحوا باب الغلو على مصراعيه، أهل البدع والضلال فتحوا باب الغلو بحجة حبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة نقطة ضعف عند كثير من المسلمين. الفتح باب أو ثغرة بالغلو ينفذ منها أهل البدع، فنقطة الضعف التي نشأ بسببها الغلو كما يعني ذكرنا، يعني هذه النقطة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، فانحرف النصارى
نتيجة علومهم في شخص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك أوحى الشيطان إلى اليهودي في بنوة يعقوب وعزير على أنهما أول الخلق انبثاقا من الرب. كذلك فكرة النور الأول الذي طاب وانبثق من الرب وهو الذي يسميه فيه إيه؟ الحقيقة المحملية، تعبير خبيث يعني كثيرا ما يلهج به الصوفيه يقولون الحقيقه المحمديه، يشيرون الى ان هناك جزءا من نور الله انبثق وصار اولا من ربه سبحانه وتعالى، وان كل الخلق خرج من هذه الحقيقه المحمديه. ثم ذهبوا يستنقون الاكاذيب ويضعون الاحاديث لترويج هذه الوثنيه كما قال تبارك وتعالى في الرد عليهم اجمعين وجعل له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. وبسبب هذه المظاهر من الغلو لا نستغرب اذا راينا كثيرا من الكفار اذا سئلوا عن اعتقاد المسلمين يظنون ان المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، او انهم يقولون ان محمد ابن الله كما يزعمونهم ان المسيح عليه السلام ابن الله الى اخر هذه يعني الخرافات والضلالات. نبدأ هذا الغلو كما قلنا هي نقطة ضعف عند كثير من المسلمين، وهو أنه كامن في شعورهم الداخلي أن الوسطاء بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة وهم الرسل لا يصح أن يكونوا مثل جنس البشر. فهذه نقطة ضعف أن لا مش ممكن يكونوا بشرا مثلنا، لابد أن نزودهم إحنا ببعض الصفات ونغلو فيهم هذا يعني الغلو، تماما كما قال من قبله أبعث الله بشر رسولا، معقول يكون الرسول بشرا مثلنا؟ فإن حاطت بهم الحجج من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته، يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستعداد للغلو، فإذا أقنعوا قيمة لهم الأدلة قاطعة بأنه بشر رسول وأن هناك نافع بين كونه عليه الصلاة والسلام بشرا وبين كونه رسولا، ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنفسا في يعني أن يزيدوا قدرا زائدا عن البشرية، يعني هم يخترعون أشياء حتى يرضوا هذا الشعور الكامل فيهم أن الرسول مش ممكن يكون بشر عادي، فحاول اختراع أشياء سواء في كيفية ميلاده أو في كيفية كذا أو كذا من الغلو الذي يريدون به أن يخرجوه عن يعني صفة البشرية كاعتقاده مثلا أنه خلق بالنور، لا لابد يكون متميز عن البشر. الله تعالى يقول قل انما انا بشر مثلكم، بفرق ايه؟ يوحى اليه. واضح؟ فهم لا يقتنعون انه بشر انما يقولون ايه؟ هو نور خلق من يعني النور، او انه نور عرش الله، وانه ولد لا كما يولد سائر البشر، وانه كما قال بعض الصوفيه يزعمون او يقتنعون حديثا قدسيا يقول ايه؟ لولاك لولاك ما خلقت الافلاك. كأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله إلا لمحمد من أجل محمد، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فكل ما يرد عليه أي أثر أو أحاديث موضوعة موافقة لهذا الاعتقاد يقبلونه وتتسع صدورهم له، وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذه المكالفه او هذا الغلو من النصوص والاحاديث فانهم يردونها. لما عجز هذا التوالي عن حمل الشريعه وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحه البينه واثقل هممهم الفاتره وعزائمهم الخائره، عبء هذه الامانه، ثقل عليهم ان يقيموا صلاه الخمس، ثقل عليهم ان يجاهدوا في سبيل الله، ثقل عليهم ان يتعلموا، فلجأوا الى سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم زي تاجر الصوفيه مع انغماس في البدع والضلالات الى مشاكلهم، لكن في نفس الوقت هم بيعملوا عمليه تعويض انهم يحبون الرسول اسماء ويتفانون في حبه حتى انهم لا يركزون على شخصه الشريف يتملقونه. وكثيرا ما نسمع بعض المؤذنين اذا اراد ان يؤذن فقد يقعد يمدح بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه بعد الاذان اقصد يا ابيض الوجه يا احمر الخدين يا الحارس يا نور عرش الله يا اول خلق الله وهكذا، يعني بدع وضلالات يظلون يتملكون النبي عليه السلام ويتغزلون في محاسنه في الموالد والاذاعات وفي التواشيح والمدائح المعروفه. لكن اين هم من الاختلاء الفعلي بهدي النبي عليه السلام؟ اين هم من
التمسك بالتوحيد ونبذ ما ينافيه من الشرك. لا تجد الغرق في الشركيات كالعبادة الأضرحة والموتى والتوتر بهم والحدث غير الله سبحانه وتعالى، وربما تضيع الصلوات، وربما في الموالد يكون هناك الاختلاط وغير ذلك من المنكرات الفاحشة. ومع ذلك كل كلامهم ان هم بيرضوا انفسهم ان احنا عندنا برضه وجهة، يعني جزء من التدين وهو التمسك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات يعني الغلو في اهل البيت، بالذات الغلو في اهل البيت. ونحن هنا في مصر مختص بنوع من التوجهات، وهو ان احنا عندنا المصريين وبالذات في الارياف عندنا موضوع نقطة اهل البيت، الغلو في حب اهل البيت فيها نوع من ايضا نقطة ضعف في الشخصية المصرية التقليدية. وهذه نقطة الضعف للمصريين شعب طبعا هو فترته فيها تدين، لكنه ايضا يعني شعب ايه يعني عاطفي واضح. فالحقيقة ان نفس نقطة الضعف هذه كانت هي الثغرة التي منها دخلت الشيعة في مصر. يعني شعب مصر بالذات هو يختص بطائفة من البدع ينتزع عن عذاب الرجال. مثلا في السعودية ما تجد قبرا واحدا، مثلا في مسجدا واحدا فيه قبر، في مسجد واحد فيه قبر. المساجد لله كما قال الله سبحانه وتعالى: وان المساجد لله وحده بلا شريك يدعى معه. واضح. في الكويت تقريبا نفس الشيء وهكذا، لكن بعض البلاد اللي هي زي ما تكون لوثت بايه؟ بالشيعة الرافضة، كالعراق مثلا او كمصر تحت خط الدولة الفاطمية او بعض البلاد المغرب وهذه البلاد، فنجد الولع الشديد موضوع الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء. احنا هنا في مصر الشيعة يعني أدركوا نقطة ضعف هذه في المصريين، ودخلوا للمصريين دولة الفاطمية الخبيثة، دخلوا لهم من باب حب أهل البيت، ومن خلال هذه الثغرة أثروا على المصريين إلى عهد قريب، يعني حتى إلى الآن ممكن توجد رواتب وإن لم توجد بنفس الغلو السابق في تاريخ الدولة الفاطمية، لكنها ما زالت موجودة رواتب في هذا الموضوع. ونلاحظ عند الصوفية بالذات موضوع تقديس أهل البيت أو الغلو في أهل البيت. فالحقيقة أن يعني المهمة كانت صعبة أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما حضر مصر، لأن صلاح الدين الأيوبي له منة في عنق المصريين، منة عظيمة جدا لا تقل عن تحرير بيت المقدس. وللأسف نحن المصريين نجحت أو ننسى أو نجهل هذا الحقائق. فأصلا مصر لما كانت يعني مصر نقول فيها كما قال يعني كما يقال في القدس، يعني فتحها عمرو بن العاص وحضرها صلاح الدين ايضا، فمن لها الان؟ اللهم صل. فالحقيقه ان صلاح الدين الايوبي يعني له منا كما قلت في عنق المصريين اهل السنه والجماعه، لان بسبب يعني صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى حصل ما يمكن ان نسميه تجاوزا بثوره ثقافيه داخل مصر. اقتربت بها مصر من عقيدة أهل السنة والجماعة، اقتربت ما نقول إنها دخلت 100%، لكن بلا شك أنها اقتربت إلى منهج أهل السنة والجماعة حين أدخلها صلاح الدين في مذهب هو أقرب بلا شك لأهل السنة من الدولة الفاطمية الخبيثة المرشدة. فقد نجح الأيوبيون في القضاء على الدولة الفاطمية سياسيا، وغيروا منهج الدراسة في المدارس الكبرى، ولكنهم لم يستطيعوا ان يقضوا تماما عن الافكار المسيطره على اذهان الشعب في مصر وجارتها. سبب صعوبه ازاله هذه الافكار هو استناد تلك الافكار الى عاطفه حب النبي صلى الله عليه وسلم متمكنا في ال بيته. فقد ذاب الفاطميون خلال قرن من الزمان على تعميق هذه العاطفه وترسيخ مبدا الغلو في التعبير عن هذه العاطفه تجاه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان هذه العاطفه هي من الدعائم الاساسيه في تثبيت اقدام الغزاه القادمين من المغرب. لا شك ان الصوفيه احتضنت ايضا الدعوه الفاطميه، او بتعبير اخر ساعدت الدوله الفاطميه على انتشار الافكار الصوفيه لانها تخدم اهدافها وتتمشى مع سياستها. فهناك بين الشيعه والصوفيه يعني ايه؟ اولاد عم. واضح. حينما تغوص في
القرابة الفكرية بين الاثنين سوف تدرك ذلك جيدا، وخير من يعني تفضل بين هذه الحقيقة الدكتور إبراهيم هلال في رسالة له بعنوان قصر الولي على حديث الولي، شرح فيه رسالة الشوكاني في شرح حديث الولي، فتعرض بالتفصيل لموضوع القرابة الفكرية بين الشيعة وبين يعني الصوفيين. ولذلك الشيعة إلى الآن ما زالت نصر المحل صعب بالنسبة إليه، لأنهم يتحسرون جدا على هذا الذي فعله صلاح الدين الأيوبي من تحرير مصر من انتمائها إلى الدولة الفاطمية الملحدة، حتى إنهم بعض كبراء الرافضة في إيران يعني كان يعبر عن المصري، كان يخاطب أحد المصريين في أحد المؤتمرات فيقول له مجاملا يعني يقول له نحن نعبدكم أيها المصريين، نحن نعبدكم نصف شيعة نصف شيعة، والإشارة إلى وسبب هذا النصف هو موضوع هذه النقطة التي من خلالها يدخل الغلو إلى يعني عاطفة المصريين. نعم، نعود إلى موضوع الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه تحذيرا شديدا، وكما يعني ذكرنا موضوع الناس الذين يسلمون ببشريته أمام قوة الأدلة، يسلمون برسالته مع بشريته، لكن يبقى هناك نقطة ضعف عايزين دايما يزودوا حكاية يضعفوا ثقة البشرية، يقولوا لا بس هو خلف من نور بس هو مش عارف إلى آخره، واضح؟ فهم لا يعرفون أن الرسول عليه السلام يعني الصوفية دول بالذات اللي هم بيقولوا برافع التكاليف، الإنسان إذا ترقى في المقامات يوصل لمستوى معين لا يطلب فيه بالتكاليف، التكاليف تكون لعبة لعبة بتاع أطفال، والنفوذ هم مش فاضيين للعبة ده، واضح؟ أنتوا بتقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان أين فلان قال مات، عن فلان أين فلان قال مات، قال كلامكم كله ميت عن ميت، أما كلامنا فنحن نقوله مباشرة عن الحي الذي لا يموت، واضح؟ عندهم كثير من الضلالات والانحرافات لأنهم يعني يزدرون العبادة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فلم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت، أما هم فقد خالفوا الآية وجعل لها أجل وهو الوصول إلى بعض هذه المقامات، هم يتصورون أنهم بغلو في الغلو مثل رسول عليه السلام بمدح أنه أول خلق الله وأنه نور عرش الله وأنه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومة التي يخترعونها، يزعمون أنهم بذلك يرفعون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمدحه بما مدحه به ربه، فرسول عليه السلام هو الذي علمنا قوله من تواضع لله رفع الله، فإذا أردت أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمدحه بإيغاله ويعني اجتهاده إلى أقصى مدى في العبودية لله سبحانه وتعالى التي منحها غاية الحب مع غاية الذل، العبودية معناها غاية الحب، نهاية الحب مع نهاية الذل والانقياد والخضوع، فيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله عز وجل، ممكن نحن نحاول ننفي عنه صفة العبودية ونرفعه إلى مصاف الألوهية كي نمدحه أو نشرفه، لا، الذي يشرفه هو أن تمدحه بالعبودية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفع الله، هذا منطق الحديث، مفهوم الحديث دلت عليه آيات في سورة الأعراف، قال اهبط منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها، اهبط لأنك تكبرت، فالذي يتكبر يضعه الله، يذله الله ويهينه الله، أما الذي يتواضع فإن الله يرفعه، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين عليه الصلاة والسلام فما رفع إلا لأنه بلغ أعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجب أن الله سبحانه وتعالى يمدحه بما يمدحه بالعبودية في أشرف في المقامات في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوهم كانوا يكونون عليه لبس، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام له، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتي بسورة من مثله، فإذا عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعة له، فسبب هذا المقام العظيم الذي تبوأه عند الله هو يعني أنه وصل إلى مقام لا يبلغه غيره في الخضوع والتذلل والانقياد لشرع الله
سبحانه وتعالى. فهذا الذي يمارسه الصوفية وأتباعهم من الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام والاشتغال الشديد المبالغ فيه بموضوع الشكل اللي صار كلامه ومحاسنه ويا أحمر الخدين يا أكحل العينين يا مش عارف إيش هذا الكلام، هذه حيلة وهذه محاولة للتعويض عن تقصيرهم في الانقياد الحقيقي والاتباع الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لما رأى الناس كلهم يدعون محبة رسوله صلى الله عليه وسلم امتحنهم امتحان، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن ليس الشأن في أن تحب أنت الله سبحانه وتعالى، لأن شيء طبيعي أن تحب الله لتصفه بصفات الكمال والجمال والجلال ولما أدى إليك من النعم، فطبيعي طبعا أنك تحب، لكن الشأن في أن يحبك الله يكافئك الله سبحانه وتعالى على اتباع رسوله بأن يحبك هو، فهذا هو الشأن وهذا هو الشيء العظيم أن يحبك الله، لكن لك علامة على هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو علامة المحبة الحقيقية وليس التنزل في شكل النبي عليه السلام كما يفعل هؤلاء الناس. الاتباع ليس بمجرد عاطفة غير رشيدة وإنما بالالتزام والوسطية والاعتداء. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن حينما تصف الرسول بالعمرية هذا ليس انتقاصا لرسول الله عليه السلام، إنما هو أشرف ما يمدح به رسول الله عليه السلام أن تصفه بالعمرية لله لا تشرك به مع الله، كما نقع على أسف اليمين المصرية السائعة في كل ذلك اليمين المصرية والنبي كلمة النبي هذه السائعة عندنا نهانا عنها النبي عليه السلام، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما أنك تحلف بالنبي، وبعض الناس يبلغ الغلو أنه إذا أراد أن يقوم يقول يا رسول الله يطلب المدد من الرسول عليه السلام، هل يفرح بك رسول الله إذا علم أنك تستغيث به من دون الله تطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى؟ يا رسول الله وانت عم تقوم بتستند ويطلب بعيد مثلا لو ثقيل، فتقول يا رسول الله ويظن هو ان هو كده ايه يعني كده بيعظم الرسول عليه السلام، والرسول يبرأ من هذا الدعم لان هذا شرك الانسان يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كذلك الحلف كما قلنا ورسول الله كذا وكذا ويظن انه معظم لرسول الله، كل هذه السلوكيات هي انحراف عن هذه الرسول عليه السلام. الرسول عليه السلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب، ما شاء الله وجئت، هذا ليس احتراما للرسول، طعن في الرساله التي جاء به، خدش في التوحيد. لما قال ما شاء الله وجئت قال اجعلتني لله ندا، رابط اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. والاحاديث ذلك كثيره كما تعرفون في مناسبات متعدده كيف كان الرسول دائما يرد الناس الى الصواب في موضوع يعني الايه عدم خدش التوحيد وتعظيمه بالعبودية لله، من أراد أن يقتدي به أو يعبر عن حب النبي عليه السلام يتبعه يتبعه. فيقول النبي عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رمي الزمرات بمنى الحصوات الكبيرة، وأمر أن تكون مثل حصى الخد يعني ما بين الحمصة والكولة، هكذا تكون الحجارة التي يرمي بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة هات القطلي، هات القطلي يعني الزمرات، قال فلقطت له نحو حصى الخد فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات، وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. مثل هؤلاء ثلاث مرات، إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الذي حذرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نشاهده الآن أيضا في منك وفي هذه الناس اللي تجيب الأحذية وتضرب بها الشيطان والحجارة الكبيرة، وهذه الأشياء التي نجدها ملقاة، هل هو به كيف نجد أنا ضربته؟ وفي ناس بتسمع الشتائم المنتقاة
والمرأة التي تأتي وتقعد تكتب في الشيطان وتقول له أنت الذي تفعل وتحرض علي زوجي وأنت الذي تفعل كذا، كأن فعلا هي ترى يعني الشيطان. ونفس هؤلاء الناس هم اللي بيرجعوا بالتلفزيونات والفيديو، وقد يعودن متفرجات كما كنا في سيرتهن الأولى ولا تغيير واضح. فإذا يعني في الحقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل موضوع حجم الحفلات هذا من العلو في الدين. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام عد مسألة رمي الجمار هي مسألة رمزية الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته، وليست حقيقة يراد بها قتله وإماتته. على المسلم تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غيره. ومع هذا التحذير من الغلو في الدين والغلو في شخص الشريف صلى الله عليه وسلم وقع المسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب. فقال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. البخاري للأسف في قصيدته المشهورة والمشهودة ببعض الستيان الشنيعة، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. هل يرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي واحد ينتزل لأمته ويقول له ما لي من ألوذ به سواك؟ هل أنت تأخذه كل أعوذ برسول الله من شر ما خلق ومن شر ما خلق إلى وقت أن تتعوذ بالله وحده؟ فهو يتعوذ برسول الله ويقول ما فيه غيره كمان، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. فرسول الله لا يرضى بأقل من هذا، فكيف بهذا الضلال المبين؟ ويقول الآخر ويقول هو نفسه أيضا وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يعني لولا رسول الله لم تخرج لم تخلق الدنيا. فكأن الآية وما خلقت عندهم يعني وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. لا، ما هذا الغلو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم حق هذه العبادة في أكمل وأعظم صورها. أيضا يقول بفرق فإن من جودك الدنيا وضرتها، هي الآخرة كمان، يعني من جود الرسول عليه السلام الدنيا وضرتها اللي هي الإيه؟ والآخرة أيضا من كرمه وجوده. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فمن علومك ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يقول البوصيري معتمدا على فهم مغلوط لهذا الحديث، الحديث اللي هو لا تتركني كما أطرت النصارى الغريم فإنما نعم تقول عبد الله ورسوله. يقول دعم ادعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يعني أهم شيء لم يسمع ونطيع للرسول. الرسول بيقول إيه؟ بيقول فإنما أنا عبد لا تتركني كما أطرت النصارى الغريم. يعني كأنه فهم إن ينهى فقط الحديث عن إيه؟ عن أن نقول محمد ابن الله أو كان الثلاثة بس، اطلع يعني اخرج من هذه وكل بعد ذلك ما شئت امدحوا بأي شيء. ففهم الحديث فهما عليما جدا، لا تتروني كما أطلت الله طلب دم، فأخذ إن مفهوم إيه؟ اتروني بما شئتم من عدا قولكم محمد ثاني الثلاثة أو محمد ابن الله إلى غير ذلك. فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وامدح هذا كما يعني تريد. فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين، قصيدة البردة للأسف الشديد أعرف من يحفظها ولا يحفظ شيئا من القرآن، وده طبعا لها وضع مميز عند الصوفية كأنها وحي من الوحي، يحفظونها ويهتمون بها اهتماما يعني شديدا جدا. فهذه القصيدة المشهورة في البردة يتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم، ويعدون ذلك قربة إلى الله عز وجل ودليلا على محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر قد ضمن النهي الواردة في الحديث منصفا فقط على الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله، فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. فلا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين، ذلك لأن الإطراء المنهي عنه في الحديث له معنيان اثنان، أحد معنيان لا تتروني لا احتمال فقط، لا تتروني يعني هذا نهي عن مطلق المدح، يعني لا تمدحوني أبدا لأنكم لن تقوى على مدحي بأعظم مما مدحني به الله عز وجل من أنه رسول الله
وأنه على كل شيء عظيم، وغير ذلك مما انتبه الله سبحانه وتعالى به. احتمال الثاني المدح للنهي عن المجاوزة في المدح، مجاوزة الحد في المدح. وطبعا يعني المدح هذا سوى الوجود الآن صناعة لم تكن معروفة عند السلف، لأن السلف رحمه الله كانوا مجهولين بالاجتهاد في اتباع رسول الله عليه السلام وإحياء سنته وتجديد دينهم، لم يشتغلوا كما اشتغل هؤلاء بإيه؟ بهذه يعني المذاهب. إذا يمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة، واكتفاء باكتفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا، وبما أثنى سبحانه وتعالى عليه في قوله وإنك على خلق عظيم. إذ ماذا يمكن للبشر أن يقول فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقول له أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل إنه عبد له ورسول، فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم. وهم يعني بيستغلوا جدا بيزعلوا قوي الصوفية، مثلا كلمة سيدنا رسول الله، لو ما قلتش سيدنا دي يبقى تقصير دليل، ممكن تقول سيدنا محمد. هل سيدنا محمد مثل محمد رسول الله أو نبي الله؟ فالسيد أحيانا تطلق على أناس من البشر، لكن رسول الله تطلق على أي أحد؟ فأيوه. وبعضهم يتثبت بها ويرى أنه من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون حتى داخل الصلاة، ونسمع بعض العوام في داخل الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم الى اخره في داخل الصلاه. هذه لنا نقول له طب انت ينفع تيجي في قراءه القران وتقول مثلا وامنوا بما نزل على سيدنا محمد وما محمد الا رسول يسميها وما سيدنا محمد الا رسول؟ فهو بلا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سياده على البشر اجمعين، لانه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، لا شك في ذلك. فنحن يعني ما نتشدد كثيرا بذات داخل الصلاة خارج الصلاة أو خارج العبادات التي أثرت فيها الألفاظ التي ينبغي المحافظة عليها، ولكن هم يعني يعتبرون التنازل عن هذا يعني إيه تنازل عن تشريف كبير جدا للرسول عليه السلام. لا، التشريف للرسول عليه السلام أن تمدحه بالرسالة، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو نبي الله، فهذا أعظم مدح للرسول عليه السلام أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل إنه عبد له ورسول، فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تفصيل. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وهو في أعلى درجات وأرفع تكريم من الله تعالى له بصفة العبودية، فقال في المعراج والإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأيضا قال ذلك في مقام التحدي ومقام يعني التعب. يمكن أيضا أن يكون المراد من الحديث لا تبالغوا، لا تبالغوا في المدح، يعني على هذا يفتح الباب، ممكن أن يعني يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبروا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. لكن لا شك أن الأقرب والله تعالى أعلم هو المعنى الأول، أن هذا نهي عن مطلق المدح الخارج عن ما منح الله سبحانه وتعالى. أولا لتمام الحديث، لأن في تمام الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أخذ بعض أئمة الحديث ترجمة لهذا الحديث، فالإمام الترمذي مثلا ذكر تحت ترجمة إيه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمل الحديث عن على أنه عن المدح المطلق، وهذا هو الذي ينسجم مع معنى التواضع، وهذا ينسجم معنى التواضع أنه نهى عن مدحه. ولذلك روى أنس قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، وهذا رواه مسلم أيضا. فهذا أيضا من تواضعه، كما في الحديث الآخر لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى يونس ابن متى، لأنه بلا شك حتى في هذه الجزية قد يعني قطع الوحي وبين أن الرسول هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأنه خير الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه
وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.